يمكن أنا أخذ جملة من الأستاذ جاسم دكتور حسن لما قال أنه في ناس كتير راهنت على فشل هذه التجربة الاتحادية. ما الذي جعل هذه التجربة، ما الذي جعلها تستمر، وما الذي جعلها تترعرع وترسخ في الوجود؟ الحقيقة نحن لما نتحدث عن الإنجاز العظيم اللي حققته دولة الإمارات في محيطها العربي والدولي، لابد أن نتذكر بأن زايد هو كان القائد الحقيقي لهذا التطور من بدايته. وأنا يعني أذكر شيء مهم جدا، دعني أذكر ما كتب في إحدى اللي هي المذكرات أو الوثائق البريطانية. كنت طالب في لندن ورحت هناك مركز الدراسات اللي هي البريطانية، مركز الوثائق البريطانية، وبحثت في ملف الشيخ زايد في أول زيارة للبريطانية سنة 69. أنت عارف المقيم الإنجليزي طبعا اللي هي البعثة الدبلوماسية لابد ما يرسلوا تقارير تفصيلية عن سيرة الضيف الذي يزور بريطانيا حتى يعرف المسؤولين البريطانيين مع من يتفاهمون. فالتقت شيئين مهمين جدا، كان 69 بعد الاتحاد ما قام. فإذا بالمذكرة تقول أن الشيخ زايد سوف يحقق اتحاد لدولة الإمارات 69. وعاد المسألة كانت تعرف إيش حلم، لكن كانوا الإنجليز يعرفون شخصية الشيخ زايد ووضعوا له هذا التقييم الحقيقي أنه سوف يحقق دولة اتحادية في دولة الإمارات، ثم أنه أيضا سوف يبدأ بالعمل على تحقيق اتحاد خليجي بشكل أو بآخر. وطبعا أنتم عارفين مجلس التعاون الخليجي أين تم تأسيسه؟ في أول مؤتمر له كان في أبوظبي. وبالفعل تحقق الحلم الكبير اللي هو قيام دولة الإمارات. يعني الفكرة الوحدوية كانت في ذهن الشيخ زايد من قبل. والشيخ زايد وجد تجاوب من أخوته طبعا الحكام الإمارات، ويعني كان الرجل منفتح على الدنيا كلها وعلى العالم كله. يعني كان دائما يستشير. والشيخ زايد رجل حكيم، وفي كثير من القضايا اللي كان تعرف يستشير الخبراء فيعمل عكس مشورة الخبراء ويتحقق بالفعل ما كان يحلم فيه. نحن في دولة بناها زايد، ونحن في دولة تفوقت في كل شيء، تفوقت في الاقتصاد، تفوقت في السياسة، تفوقت في حقوق الإنسان، تفوقت في موقفها القومي العربي الجاد. يعني الآن نحن نتكلم عن إيش؟ نظام عربي جديد. يعني ما عاد الكلام الآن على التنسيق والتكامل والأشياء دي، نحن نتحدث عن نظام عربي جديد. نعم. وهو بطبيعة الحال كان حلم زايد. نعم. ويتحقق إن شاء الله. نعم. على يد خلفاء.